مسألة تهريب العملة الصعبة والتي بحق كما ذكرتم تعتبر آفة تنخر المال العام وتنخر الاقتصاد الوطني. بالنسبة لدور الجمارك في محاربة تهريب العملة الصعبة، فبشكل أساسي يكمن دور الجمارك في المراقبة الفعلية للبضائع، الأشخاص، وسائل النقل على مستوى الحدود، سواء تم العبور بصفة قانونية عبر النقاط الرسمية أي المراكز الحدودية البرية البحرية والجوية، أو عن طريق التهريب أي خارج مراكز العبور القانونية. فيما يخص مراقبة التدفقات التي تتم عبر المراكز الحدودية القانونية، فإن الجمارك تسهر على مراقبة احترام وتطبيق كافة التشريعات والقوانين، وهذا لضمان تحصيل الحقوق والرسوم المستحقة لصالح الخزينة العمومية، ومن جهة أخرى تطبيق القوانين الخاصة الصادرة عن مختلف الإدارات فيما يخص التقييد المنع والحظر. ولهذا اتخذت إدارة الجمارك كل الإجراءات اللازمة لتكثيف المراقبة من أجل تحديد العمليات التي تمثل خطراً، وكذا التصدي لجرائم الصرف التي تتم عن طريق الصفقات التجارية الدولية سواء في عملية الاستيراد أو التصدير.